المنطقة الشمالية، منطقة القريات، الأستاذ خالد أرويلي. بحب أن أوجه لك سؤال. ألو، هلا، مساء الخير. حياك الله أستاذ خالد. مساء الخير يا أستاذ وهيب. وين الغيبة الطويلة؟ والله خلاص بعد ما المسيرة القريات حاليا هو تغير اسم النادي من المسيرة إلى القريات. صحيح صحيح، اي والله امسي على الجميع ضيوفك. والله الاستاذ محمد عبد الشكور زمان عنك. محمد اسلام رئيس الاتحاد السعودي لكره السله. انت يعني وصل الاسبوع الماضي اتصلت خصيصا عشان حبيت انك توجه سؤال مباشر لرئيس الاتحاد السعودي لكره السله، تفضل. والله هو سؤال الاتحاد السله وسؤال عام، يعني انا اشوف ان ادارات الانديه هي اللي تتحكم بالالعاب، فانا اوجه سؤالي للاستاذ اسلام. وين اتحاد السلة من شطب السلة بالقريات؟ يعني كان الفريق منافس، جلس 6 سنوات بالممتاز، قدم مستويات كويسة، هزم فرق لها باع بالسلة زي الهلال، النصر، الفتح، النهضة، القادسية. نعم. فاتحاد السلة أنا ما شفت أنه تحرك على موضوع شطر سلة المسيرة، لا من هذا انه ابدا حتى راي فيها، يعني انشطبت وهو اتحاد السلة. فاحنا لنا امل باتحاد السلة انه يهتم بالالعاب هذه. فلو وجه سؤال لماذا الشطب، هيقول لك طبعا النادي ظروف مادية، انا عارفها ظروف مادية، بس ما هو للدرجة هذه انه كل من استلم رئاسة نادي او ادارة تشطب وتسوي، يعني هذا موجه للرئاسة العامة لعبة الشباب عامة. طيب استاذ خالد، استاذ خالد الرويلي. طيب تسمع الاجابة الان، خليك معنا. طيب سؤاله بيقول انه شخص واحد، ويقصد رئيس النادي، شخص واحد بعد تاريخ حافل في الممتاز للمسيرة، 6 سنوات غلب فيها نصف ودخل في النخبة وحقق نتائج اكثر من رائع، فجأة شطب الفريق، بيقول ايش دور اتحاد السلة ما يتواصل مع إدارة نادي القريات حاليا المسيرة سابقا، إنه كيف يشطب فريق كان له بصمة في الدوري الممتاز؟ طبعا إحنا تواصلنا مع معظم الأندية اللي ألغت اللعبة. طبعا إحنا ما فقدنا المسيرة الحالة أو القريات حاليا، تمام، فقدنا القادسية، فقدنا الخليج. نعم، الخليج ثلاثة يوم من أندية الأيام في الدوري الممتاز. أي في الدوري الممتاز، في يوم من الأيام الخليج كان وصيف الدوري، وصيف الدوري، وصيف الدوري، وصيف الدوري، وصيف الدوري، كان ينافس على صدر. نعم، نعم، نعم. لكن للأسف يعني الأندية بتلغي الألعاب. يعني ليش ألغى فريق مثلا القدسية أو الخليج كرة السلة؟ لأنه ما كان عنده قاعدة، وعشان المبالغ المالية. صعد الفريقين لممتاز القدم. أيوة أيوة أيوة، أيوة، أيوة. ركزوا اهتمامهم على القدم، وهذا رغم أنه يعني فريق القادسية قدم نجوم كثير. نعم، فريق والخليج أيضا قدم نجوم كثير. والمسيرة فقدناه في المنطقة الشمالية، كان نعم النادي الوحيد اللي نعم في المنطقة نعم الشمالية، يعني كان يتمنى استمراره. لكن للأسف ما حصل بينكم بين الإدارات اللي شطبت أي اتصال؟ والله حصل، وحتى يعني كان زي الخليج وزي القادسية حاولوا يحتفظوا في اللعيبة، فرفعنا للرئيس العام انه اللعيبة يلعبوا في اي نادي، مجرد ما يلغوا يعني يلغوا اللعبة عندهم. أيوه أيوه، يصير توقيعهم حر حتى يقدروا يروحوا لاي نادي. لا، استمروا على نشاطه. أيوه أيوه، هم حاليا النظام للعام الماضي كان مجرد ما تلغي اللعبة اللعيبة يستمروا معاك لمدة سنة، اذا فكرت تعيد اللعبة يرجع. أيوه أيوه، ترجع. اما صدر قرار اعتقد انه خلاص مجرد ما هذا تنحل اللعبه واللعيبه حريه ويوزعوا للانديه على اساس ايه، على اساس يروحوا لانديه ببلاش يصيروا. وهذا نفس الحكايه اللي حصلت للمسيره. اذا المشكله ماديه صرفا، ماديه 100%، والانديه للاسف هي صاحبه القرار، ما هو الاتحاد. يعني الاتحاد يحاول انه يعني نبغى في كل منطقه من مناطق المملكه. هو الفريق الوحيد اللي كان يمثل المنطقه الشماليه هو فريق المسيره القرقريه. طبيعي حاليا الوطني طلع في الدرجه الاولى من المنطقه الشماليه. استاذ خالد، هذه كانت اجابه الاستاذ محمد، بيقول لك انه الادارات مقتنعه انه المشكله ماليه صرفه. انا عارف استاذ وهيب انه في سؤال ثاني استاذ وهيب. تفضل. بس اضيف شيء واحد، الاستاذ خالد من الناس اللي دعموا اللعبه، يعني هو اللي اسس اللعبه في نادي القريات. نعم، اللعبه وده في الاخير يعني اتلغت اللعبه وهو ما قدر يسوي شيء، يعني ما يقدر لانه رئيس النادي قرر الغيها. وايضا ما في ايضا قاعده لها استاذ محمد، لا شباب ولا ناشئين. طبيعي طبيعي، لسنوات طبيعي طويله. طبيعي، لو كانوا اكثر من 95% من الانديه الاخرى. سؤالك الثاني بسرعه يا استاذ خالد. السؤال الثاني عن الأندية المنطقة الشمالية، طبعا سلة ما فيها بس اسما، يعني أنا أجيب 5 لعيبة أوقفهم بالملعب، أين دور حتى الحكم بالموضوع هذا إنه يشوف إنه 5 لعيبة بس عشان يعانى المنطقة الشمالية بالمرة؟ أنا الأندية بالمرة. الحاجة الثالثة اللي أطلب من اتحاد السلة
انه كل نادي مصنف لازم يفرض عليه يكون مدرب موجود. ما هو يعني مدرب قاعده، يعني كل واحد مصنف قاعده لازم يكون عنده مدرب قاعده، يعني على اقل تقدير ان يهتم بالطبقه السنيه حتى لو ما كان عنده فريق اول. صحيح. اسمع اسمع استاذ خالد اسمع، بالنسبه لده الموضوع في توجهات من الرئيس العام تمام، انه يعني بدل ما نصرف على مثلا حاليا احنا السله تقريبا 54 نادي بتجيه معانا، انه حيكون النادي اللي مهتم في اللعبه اللي عنده قاعده وعنده اللعبه هو اللي حنصرف عليه حتى يصير الصرف، يعني الانديه تجيهم مبالغ اعلى من الاول. في لعيبه في حاي انديه في حاي الانديه في القصيم، انديه في المنطقه الشماليه في الجنوب، ولا شيء ما عندهم، ولا قدموا اي شيء للعبه لليوم ده، ما قدموا لاعب للمنتخب ولا قدموا. الف شكر استاذ خالد على مشاركتك. الف شكر، الله يوفقكم وسلم على الجميع. استاذ محمد.